أما هلا مشاهدينا بمشوارنا الصباحي رح نروح لفقرة فنية رح نحكي فيها عن الرسم، رح نحكي عن صبية انتقلت للشغف والتعلق بالفن التشكيلي وخاضت التجربة بجرأة وطموح. أكيد هذا الشيء بيحمل حلم المستقبل. اليوم كثير من الأشخاص بيشتغلوا على حالهم بأعمار صغيرة لحتى يطوروا أهدافهم. يا رشا، أكيد يا ليلى. واليوم الصبية ضيفتنا لليوم ريماس بلشت من عمر صغير، ومثل ما قلنا طالما في حب وفي شغف لأي شيء بالحياة نحن قادرين ننجح فيه. وهي اليوم وصلت أنه صارت عم ترسم لوحات بقياسات كتير كبيرة. طبعا رح نحكي تفاصيل عن هيئة التجربة اللي خاضتها ضيفتنا لليوم، وأيضا اليوم أستاذة حيكون معنا معها مرافقة ضمن فقرتنا لليوم. بدي رحب بالصبية ريماس صالح. يسعد صباحك يا ريماس. يسعد صباحك. ايضا بدي رحب بالفنان التشكيلي زين الدين الحاج. اهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكم. بالبدايه ريماس خلينا نتعرف عليكي، عن دراستك وعن عمرك. هلا انا عمري 15 سنه، بدرس بالصف التاسع. كنت اول شيء كانت الموهبه بالنسبه لي للرسم، بعدين بلشت ادرس فيها. ايمت بلشتي بهي الموهبه؟ يعني هلا من انا وصغيره برسم، بعدين تسجلت بمرسى مرأة خريف، تطورت اكثر بالمرسى. اهلا وسهلا. وحلو الواحد يبلش استاذ زين من الطفوله. بيقولوا اي حرفه اي مهنه اي شيء نحن بنحبه نعمله بحياتنا اذا بلشنا فيه بعمر صغير نحن قادرين ننجح فيه. خلينا طبعاً نحكي عن علاقتك بريماس، وحضرتك عندك مرسم خاص بحضرتك، نحكي عن تجربتك مع الاطفال بالتدريب وتعليمهم. تمام. هلا بالنسبه لريماس، اول شغله الفضل لرب العالمين، ثاني شغله الفضل لاهله اللي كان اخذوا دور كثير كبير بدعمه على جميع الاصعده، وكان اهم اللي هو الصعيد المعنوي او فينا نقول النفسي، لانه هذا الشيء بما انه صار في دعم معنوي عنا رح يكون في ممارسه تدريب، رح يصير في عندي انجازات. واكيد هلا هذا المجال هي المهنه بيحتاج لممارسه لحتى انا احسن اتطور من شغلي. والتطوير هون كمان بيحتاج لاشراف او استاذ انه يتناوله لبعدين. طب اليوم هيك بدنا نحكي شوي عن بداياتك، خلينا نحكي عن هذا الشغف بالرسم. اليوم دعم الاهل لك اكيد دائما، بس يكون في دعم من الاهل اليوم الشخص قادر انه يتطور اكثر بالبيئه الداعمه. هلا نفس ما حكيت، انا وصغيره ببلش برسم، امي فنانه تشكيليه كمان بتصميم الازياء كثير، فكان في دعم منها إلي، فسجلت بمرسم ورقة خريف. فلما كنت أرسم بالبروتر، أول شيء كنت أرسم ببروتر، طورني وشاف إنه بيطلع مني أكثر، فكانت موهبة بالنسبة لي، بعدين حبيت إني أدرسها دراسة. بلشتي رسومات بالمدرسة، رسومات بسيطة، بعدين صرتي تطوري هذا الشيء؟ تمام. طيب استاذ زين العابدين، اليوم وقت بنقول فنان تشكيلي، فنان او رسام، يعني اليوم في صفات واساسيات لحتى هذا الفنان ينجح. برايك شو هي اهم الاساسيات او الصفات اللي لازم يمتلكها الفنان؟ طبعا احنا عم نشوف بعض الرسومات اللي هي من شغل ريماس، حنرجع لك ريماس بس لنكفي مع الاستاذ. شو هي اهم الاساسيات؟ هلا الصفات هي رح تكون اول شغله، رح احكي بس الفرق بين الرسام والفنان. الرسام هو اللي حدا عم بينقل شيء قدامه، اما الفنان يلي حدا يلي عم بيستوحي شيء جواته، يلي صنع اسلوبه. ومن صفات الفنان يلي هو معروف الاحساس العالي، الشعور المرهف يلي عنده. يلي بالضبط بيتاثر باي شيء باسلوبه بطريقته، هو بعالمه يلي صنعه لحاله. واهم شيء انا رح اشوفه انه يكون متواضع اكيد، لانه هي كمان من صفات مهمه فيه. من جانب ثاني يكون انسان واقعي، لانه هلا نحن حاليا بوقتنا هلا عم نشوف الصراحه صار في كثير شغلات عم بتصير، عم نشوف الفن انه نحن نلبس قناع. يعني مثلا انا درست فن، يعني انا لازم اكون حزين مثلا. ليش؟ انه قناع خلص هو صنعه لحاله او من خلال السمعه او الكلام او هيك. لا، هلا هيك انا ما راح اكون انا انسان واقعي. اذا عبرت بلوحتي ما راح اعطيها كامل مصداقيه، ما راح اخلي المشاهد يتطلع عليها ويحس فيها. لا، اذا انت كنت حدا مبسوط
لا ارسل لي الشيء اللي جواتك، اكيد رح يكون في شيء مختلف، انا رح احس فيك، رح اشوف السعاده كثير حلوه باللوحه. طب اليوم في كثير فنانين بيتاثروا بالبيئه المحيطه، بيكون مجال عملهم الفن اللي هنن عم يقوموا فيه مختص بالشيء اللي عم بيحيطهم فقط، ما في اشخاص كمان بيتبعوا الشيء اللي داخلهم. ممكن هلا على هو الاجواء اللي يكون هو عايشها، صايره معه قصه مثلا ممكن يجي ينفذها. برايك دائما الفنان لازم ينفذ هذا الشيء، انه الاشياء اللي هو بيعيشها، ام لازم دائما يكون محاط او الاشياء اللي بتكون بالواقع اكثر؟ هلا انا الصراحه بشوف انه لا، اذا مثل الشيء اللي جواته على بطريقه ارجاني اياها بعيوني كفن مرئي أكتر. تمام، هلا اشوف ابداع اكثر، لانه هلا هو استوحى شيء من جواته من العالم واللي هو صنعه لحاله. عرفتي كيف؟ طيب ريماس، شو هي اهم الخامات اللي اشتغلتي عليها يعني، او الاستاذ زين حاول انك تركزي عليها اكثر، يعني حس انه انت اليوم رح تنجحي بهي الخامه؟ هلا اول شيء انا جربت الرصاص والفحم والالوان الزيتيه والاكريليك. بس ليش كل صوره يعني كل عبسين زعلانين؟ يعني لهلا عم بستعرض ما شفت ابتسامي، ليه استاذ زين؟ هلا يمكن انت الشيء اللي لفت انتباهك يلي هو اللون. اللون كيف؟ تماما، اللون الرمادي على طول بحسسك بالشيء القديم، الشيء التاريخي. تمام، رغم انه بيكون في سعاده، بس انا رح اشوفها في احزان، لانه اكيد كل لون في له احساس وله معنى. انا ناطره اشوف لوحه وهي عم تضحك يعني. خلينا نرجع لموضوع الخامات ويعني نصائحك لريماس كيف كانت، يعني انه هي شو حسيتها انه هي رح تبدع بهي الخامه؟ تمام، هلا بالبدايه الصراحه انا من خلال تدريسي معها ما اعتمدت على منهج معين، كان اكثر شيء بيهمني هو الشيء العملي، لانه هذا تعتبر مهنه، يعني كيف بدي اخلط الالوان، كيف بدي اساوي شيء جديد مثلا على حسب المدرسه، يمكن على سبيل المثال اعاده تدوير، يعني انا بدي الشيء العملي، ما بدي شيء نظري، ممكن النظري انا بصنعه من الشيء العملي اللي انا ساويته، يعني خلال افكار وتجارب بيجي انا بسجله. طيب اذا بدنا نرجع شوي ونحكي عن ريماس، دائما كل شخص بيكون عنده موهبه او باي مجال عمل، في شخص معين بيتاثر فيه بيكون هو قدوه لإله، وممكن انه خلينا نقول من باب تقليد او من باب انه انا بحب هذا الشخص ممكن اتاثر فيه لدرجه كبيره، مين من الفنانين التشكيليين اللي اثروا فيكي؟ هلا انا نفس ما حكيت انا درست عن المدرسه السرياليه، فكان الفنان التشكيلي سيل فادور اعماله لفتت انتباهي، فحبيت اني اطور اشتغل باعماله، كمان حابه اني اطور على اعماله. طاح شيء بالاسماء يعني اليوم، يعني مبلشه باسماء كثير كبيره، يعني بتشجع هاي القصه اساسا زين انه يكون العراب لاي شخص يعني اسم كثير كبير بهذا العمر؟ اكيد بالضبط، يعني هلا المرحله العمريه هي بس مجرد رقم مو اكثر، يعني انا ما بعتمد. عندها امكانيات اليوم ريماس؟ تماما، عندها امكانيات وقادره ان هي تفوت وتخوض تجارب مدارس وتقرا عنها وتقرا عن فنانين حتى وتشوف اساليبه. طيب كاسلوب يعني او كمدارس، يعني انت شو الاكثر مدرسه حسيتي في ميول لإلك عليها؟ هلا انا اول شيء درست المدرسه الواقعيه، فحبيت اني اتمكن منها اكثر مدرسه، فاكثر مدرسه هي لفتتني حكيت لك السرياليه، فحبيت اني اشتغل عليها واطور عليها. شو رايك استاذ؟ اكيد طبعا، بما انه درست الواقعيه يعني شافت كل اجزاء التكوينات جات على حقيقتها، تدربت ايدها بالنسبه للظل والنور، التكوينات الصحيحه فيها، ساعتها هي تنتقل وتحور على كيفها. بما انه هلا هي شافت انه المدرسه السرياليه هي اكثر شيء انا لفت انتباهي، فانا مو معها اذا ظلت محافظه على اسلوب فنان معين، لانه لازم تغير شوي، هي لازم تطور اسلوبها من حالها وبصمتها على الاعمال. طب اليوم استاذ، من خلال الدورات التدريبيه اللي عم بتقوم فيها ذكرت حضرتك، واليوم ريماس هي مثال يعني للاطفال الموهوبين، اليوم من وجهه نظرك التعليم سواء فن او اي مجال من المجالات، هل هو من العمر الصغير فعلا هو بيكون انجح ام حسب قدرات الشخص اليوم؟ هلا حسب قدرات الشخص بتضل يعني افضل، لانه هلا اذا بده يجي طفل صغير لا، الافضل انه يكمش ورقه او قلم ضمن البيت، بس الاهم الدعم المعنوي، لو حتى ما انجز هذاك الانجاز بس لا رسمتك حلوه
على مبدأ الشيء اللي حكيته بالأول، شيء أنه أنا دعمته دعم معنوي، صار في إنجازات، الإنجازات صار في ممارسة، ساعتها هنا بيتهيأ أنه يكون تحت إشراف أستاذ يطوره ينميه ويطور له القدرات تبعه. تماماً، اليوم نحن عم ندعمه لهذا الطفل بأي شيء، وقت أحياناً يمكن أحياناً بيكون نحن بنشوفها شخبرة أو بجوز تمام. فنان تشكيلي يشوفها هاي إنه رسمة حلوة، نحن اليوم وقت عم نحبط الطفل إنه لا هذا الشيء مو حلو أو ما بنرضى نشوف له هذا الشيء، قديش هذا رح يأثر اليوم على نفسيته؟ أكيد الفن رح يضرب بشكل كتير كبير على النفسية، إذا كانت النفسية تمام أكيد أنا رح أصنع شيء وساوي شيء يكون حلو، أنا مبسوط عليه. من جانب ثاني موضوع الممارسة اللي هو تدريب مفاصل الإيد الممارسة الزايدة تمام ممكن أنا أشوف رسمت لوحة بالبداية لقيت اللوحة الثانية هي أفضل يلي هو التطور والتدريب الأكثر تمام يلي وصلني أنا لهون. تمام ريماس، اليوم هيك بسؤال أخير، اليوم شو حلمك شو طموحك؟ هلأ طموحي أني كمل بالموهبة تبعي وأدرسها أكثر وبس اكبر، حابه اكون فنانه تشكيلي. يكون عندك مرسم خاص فيك مثل استاذك؟ اكيد. نحن كمان نتمنى لك يتحقق هذا الحلم يا ريماس، ومره ثانيه بتجيبي لنا لوحات بدي حدا عم يضحك. بتستخدمي الوان ما بعرف شو هي بتستخدمها وفن تشكيلي، بدنا الابتسامه، بهذا العمر لازم تنطلقي بطاقه كثير حلوه. شكرا ريماس لحضورك لليوم، شكرا استاذين العبدي نورتوا صباحنا لليوم، وبالتوفيق اكيد. اكيد بدنا نتشكر حضوركم معنا، المعلومات اللي قدمتوها اكيد بنتمنى التوفيق لريماس وكل الاطفال الموهوبين، بقيه نهار حلو لكم.